بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 130. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه. أخونا له عدد من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم من يصلي الصبح بعد طلوع الشمس يوميا وفي المنزل، لأن المسجد يكون قد أغلق، وذلك لأنه ينام متأخرا لظروف عمله، رغم أنه ينام متوضئا ناويا لصلاة الفجر وفي جماعة المسجد؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أهم ما يجب أن يهتم به المسلم دينه، ولا سيما الصلاة التي هي عمود الدين والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي أول ما يحاسب العبد عنها يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. الصلاة عليها مدار كبير في الإسلام، ولا يجوز للمسلم أن يتساءل سهلة في شأنها، بل يجب عليه أن يقيمها في وقتها بأركانها وشروطها وواجباتها مع جماعة المسلمين في المسجد، حتى تكون صلاة نافعة لصاحبها عند الله سبحانه وتعالى، حتى تصعد ولها نور، تقول حفظك الله كما حفظتني. خلاف الذي يصلي صلاة شكلية، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ويضرب بها وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. قد توعد الله الذين يضيعون الصلاة، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فليس المقصود من الصلاة أن الإنسان يصلي على حسب هواه في أي وقت وعلى أي شكل، بل المقصود من الصلاة أن تقام كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك توعد الله المضيعين لها، المراد المضيعون لوقتها، ليس المراد الذين لا يصلون أصلا، إن الذين لا يصلون أصلا هؤلاء كفار، ولكن المراد الذين يصلون ولكنهم لا يصلون على الوجه المطلوب، كما قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سماهم الله مصلين ولكنهم ساهون عن صلاتهم، بمعنى أنهم لا يقيمونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنهم لا يحافظون على مواقيتها. وما ورد في هذا السؤال من أن هذا السائل اعتاد أن ينام متأخرا وأن لا يقوم لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فهذا خطر عظيم، ولا يجوز للمسلم أن يصر على هذا العمل، بل الإنسان يكيف عمله مع الصلاة ولا يكيف الصلاة مع العمل، لأن الصلاة هي الأصل، ووقت الصلاة هذا مستثنى، ليس لأحد أن يأخذه لعمل آخر أو لنوم أو لغير ذلك، بل على الإنسان أن يفرغ وقت الصلاة للصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحوا له في هذه الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذا العمل الذي ذكره السائل خسارة عظيمة، والواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما العمل إذا كان يتعارض مع الصلاة، فعليه أن يترك هذا العمل إلى عمل آخر، وأن يطلب العمل الذي لا يتعارض مع الصلاة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليس هذا بعذر أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحجة أنه يسحر معظم الليل، نقول له: صلاة واجبة عليك، سهرت الليل أو لم تسهر. إنما العذر في الإنسان كان محافظا على الصلاة وكان يقوم بالصلاة، ولكن غلبه النوم في بعض الأحيان. أما الإنسان الذي يكون هذا عادة له، فهذا أمر لا يجوز أن يصدر من مسلم. وأي عمل يتعارض مع
الصلاة مع أداء الصلاة في وقتها فإنه يجب أن يترك وأن يطلب عمل غيره. والأعمال والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، الأرزاق بيد الله والأعمال كثيرة وميسرة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن حكم الحج عن الوالد الذي توفي وهو يستطيع الحج ماديا وصحيا، وهل يجوز خصم نفقات الحج من تركته في حالة ما إذا كان الورثة بهم قصر أو ليس فيهم قصر؟ ثم ما حكم الحج عن الوالد الذي توفي وهو لا يستطيع الحج ماديا أو صحيا؟ أفيدونا أثابكم الله. أما الذي توفي وهو يستطيع الحج ماديا ولم يحج حجة الإسلام فالواجب أن يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه مما ينفق على الحاج من ذهابه إلى رجوعه لكل متطلبات الحج، وهذا دين لله سبحانه وتعالى مقدم على الميراث، فإن الدين مقدم على الميراث، ميراث القصر وغيرهم، سواء كان دينا لله سبحانه وتعالى أو كان دينا للآدميين، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين مقدم على الوصية، ولكنه قدم الوصية عليه في الآية لأجل الاهتمام بالوصية، لأن الناس قد يستاهلون في أمر الوصية، فلذلك قدمت في الذكر، وإلا فالدين يقدم عليها في الإخراج والأداء، ولا يكون هناك وصية، ولا يكون هناك ميراث إلا بعد سداد الديون، سواء كانت لله جل وعلا أو كانت للآدميين. ومن الديون التي لله حجة الإسلام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ولما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم لأن والدها مات ولم يحج، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله فالله أحق أن يقضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن مؤونة حج فريضة الإسلام مقدمة في تركة الميت، تحج عنه ويدفع منها قدر ما يمون النائب عن المتوفى من حين يذهب إلى حين يرجع، وإن أعطي زيادة مما جرت به العادة فلا بأس بذلك. أما الذي مات ولم يحج وليس له مال لم يستطع ماديا فهذا ليس عليه حج واجب، قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا لا يستطيع فليس عليه حج، ولكن إذا حج عنه بعض أقاربه تبرعا من أجل أن ينفع الميت فلا بأس بذلك، لكنه ليس بواجب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أرسل لي أحد الإخوة سيدة، وعندما حضرت امتنع عن دفع مصاريف الإقامة بحجة أنه لم يأخذ أي ريال ثمنا للفيدة كما يفعل أي كفيل، وجميع الإخوة أجمعوا على أن تكاليف الإقامة على حسابه، فما رأي فضيلتكم؟ هذا يرجع فيه إلى نظام الاستقدام الذي وضعته الدولة، ويحكم على المستقدم بموجبه، بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذا عقد بين المستقدم وبين المستقدم، اتفق عليه وتراضيا بموجب نظام الدولة، فيلزم المستقدم بما يقضي به النظام الذي وضعه ولي الأمر، وليس له أن يقول هذا ليس بواجب علي أو ليس، بل يجب عليه ما نص عليه النظام، لأنه شرط بين المستقدم والمستقدم. جزاكم الله خيرا. المستمع جيم ألف جيم ألف بعث يسأل ويقول: والدي توفي إلى رحمة الله تعالى، وأنا كنت غائبا في الدراسة ودفن ولم يصلى عليه، فما الرأي الآن؟ هل يصلي عليه أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لم يمضي مدة طويلة فإنه يصلى عليه، قد ذكر العلماء أنه يصلى على القبر إلى شهر، لأنه خلال الشهر يكون إن تكون جثة الميت في الغالب موجودة، أما بعد الشهر وما زاد فإن الجسم يتحلل ويصير إلى تراب. فإذا كان دفن الميت قريبا ولم يكن صلي عليه فإنه يجب أن يصلى عليه إلى حدود شهر. جزاكم الله خيرا. من جدة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: نون أدرين فيما يبدو، أختنا تقول: إني فتاة في مقتبل عمري وشعري قليل ولا ينبت طبيعيا، فمنذ الصغر إلى الآن لم ينبت إلا مثل شعر الأولاد
الذين لا يطيلون شعورهم، فهل يجوز لي أن أعمل عملية أو كما يسمونها زراعة الشعر حتى يصبح شعري مثل غيري من الفتيات الصيني؟ جزاكم الله خيرا. إذا أمكن ذلك طبيا لأن يكون هناك علاج يسبب نبات الشعر أو عملية طبية فلا بأس بذلك، لأن هذا من العلاج المباح، ولأن بقائها على هذه الكيفية يكون مشوها لها، وإزالة التشوية إذا أمكنت لما حل الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول أخوكم عبد العليم أبو الفتوح مصري يعمل في المنطقة الشرقية. أخونا يقول خرجت إلى سفر مسافة تزيد عن 250 كيلو متر، ثم جاء علي وقت صلاة الظهر، وقلت في نفسي سأصلي الظهر مع العصر صلاة قصر، ورجعت وحان موعد صلاة العصر وأنا في الطريق، وبيني وبين البلد الذي أقيم فيه مسافة أقل من 84 كيلو متر، هل أصلي الظهر مع العصر قصرا أو أصلي الظهر قصرا والعصر أصليه كما تصلى في العادة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان أخذ من الطريق مسافة تبلغ 80 كيلو فأكثر ثم رجع فإنه يعتبر مسافرا، يقصر صلاة الظهر وصلاة العصر، وله أن يجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير. أما إذا كانت المسافة التي رجع منها تقل عن 80 كيلو فهذا ليس بمسافر، عليه أن يتم الصلاة وأن يصلي كل صلاة في وقتها لأنه لم يبلغ مسافة القصر حيث رجع دونها. جزاكم الله خيرا. أستاذ الشيخ صالح سأعيد السؤال مرة أخرى إذا أذنت لي. يقول خرجت إلى سفر مسافة تزيد عن 250 كيلو متر، وجاء علي وقت صلاة الظهر، وقلت في نفسي سأصلي الظهر مع العصر صلاة قصر، ورجعت وحان موعد صلاة العصر وأنا في الطريق، وبيني وبين البلد الذي أقيم فيها مسافة أقل من 84 كيلو متر، هل أصلي الظهر مع العصر قصرا أو أصلي الظهر قصرا والعصر كما تصلى العادة؟ هذا لا احتمال أن قوله رجعت يحتمل أنه وصل إلى البلد التي ذهب إليها تزيد على 200 كيلو ثم رجع، هذا يعتبر مسافرا في رجوعه كما أنه يعتبر مسافرا في ذهابه، فيقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير. أما إذا كان المراد بقوله رجعت أنه رجع من أثناء الطريق فكما فصلنا، إن كان أخذ من الطريق مسافة 80 كيلو فأكثر فله حكم المسافر أيضا، يقصر ويجمع من أراد. وأما إذا كان رجوعه أقل من 80 كيلو يعني لم يأخذ من الطريق إلا أقل من 80 كيلو ثم بداله ورجع إلى بلده فهذا يعتبر له الحكم المقيمين، يتم الصلاتين ويصلي كل صلاة في وقته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كنت أتصل تليفونيا عن طريق الكابينة الموجودة في الشارع، ووضعت الفلوس في مكانها المفروض وطلبت الرقم، فأجاب علي الرقم وفوجئت بأن التليفون لا يأخذ الفلوس، فماذا أعمل علما بأنني اتصلت؟ هل أكون محقا؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنه وضع الفلوس كما يضع غيره وكلم على حسب نظام الكبيرة فلا حرج عليه في ذلك. جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، هل المقصود من هذه الآية ريح معين ليوسف عليه السلام أو أن هناك إحساس لدى أبيه؟ جزاكم الله خيرا. كما في ظاهر الآية الكريمة أنه لما فصلت العير يعني خرجت من النصف، خرجت من النصف فصلت يعني خرجت من الجلد، من قوله تعالى فلما فصل طالوت من جنوده يعني خرج من الجلد متوجها من الجهة التي أرادها. والريح كما هي على ظاهره ريح يوسف عليه السلام أدركه أبوه من مسافة بعيدة، وهذا من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يكن معجزات ليس من الأمور العادية. كذلك لما وضع القميص على وجهه ارتد بصيرة، هذا من المعجزات ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يحصل لكل أحد. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول الحق تبارك وتعالى ولما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هل السجود للأبوين في هذه الآية ليوسف أو للأبوين أو لله عز وجل، وكيف ذلك السجود؟ جزاكم الله خيرا. هذا تأويل الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام في الصباح، قصها على أبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وبعد مدة وبعد ما زال زالة المحنة والخطوب التي حصلت ومكن الله ليوسف عليه السلام في الأرض صار ملكا على مصر، واستقدم والديه وإخوته على أحد عشر ودخلوا عليه في مجلسه
ربه خروا له ساجدين سجود تحية، ليس هذا سجود عبادة وإنما هو سجود تحية كسجود الملائكة لآدم عليه السلام، ليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وإنما هو سجود تحية وهذا جائز في شريعتهم. أما في شريعتنا فلا يجوز السجود لأحد، لا تحية ولا عبادة، كما لا يجوز الانحناء عند السلام لأحد لأن هذا ركوع، الركوع لا يجوز، لا ركوع تحية ولا ركوع عبادة، إنما الركوع لله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا السجود تحية وهو جائز في شريعتهم ولا يجوز في شريعتنا، والله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما شاء في كل وقت بحسبه. يسأل أخونا عن تلك العبارة التي يرددها القراء بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم، صدق الله العظيم، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ التزام هذه العبارة يكون من البدع، لأنه لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أو القرون المفضلة التزام أو صدق الله العظيم في آخر القراءة، لأن أحكام التلاوة مدونة ولله الحمد ومذكورة في آداب حملة القرآن وفي أحكام القرآن وسور التفسير وغيره مدونة، ولم يذكر فيها أنه يقول إذا أنهى القراءة صدق الله العظيم، فيكون هذا من البدع. أما لو قاله بعض الأحيان خصوصا إذا ظهرت مناسبة كما لو تبين له معنى آية ورأى معناها ظاهرا وواقعا على أرض الحياة أنه يقول صدق الله العظيم، قال الله كذا وحصل كذا وكذا، الله تعالى يقول صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، هذا رد على اليهود الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل ولكنهم لا يعترفون بالبيت العتيق الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم يزعمون ينتسبون إلى ملة إبراهيم، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى أنهم لو كانوا صادقين لا أقروا بمكانة البيت العتيق ولا حدوا إليه، لأن هذا من ملة إبراهيم. جزاكم الله خيرا. وأيضا الله سبحانه اليهود أيضا اليهود ينكرون النفس، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الله رد عليهم بأن شريعة التوراة أيضا فيها نسخت ما قبلها أو فيها نسخ لما قبلها، فهذا دليل على أن النسخ أنه جائز في شرع الله سبحانه وتعالى، ثم قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حميدا وما كان من المشركين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من جدة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله سامي غالب محمد أحمد. الأخ سامي له سؤالان، يقول في أحدهما لي صديق له شانة سوداء في خده الأيسر ونبت له فيها شعر طويل فيقوم بقصه، فما حكم ذلك؟ في خده الأيسر يقول إذا كان هذا مسوها لوجهه وهو في الخد فلا بأس أن يقصه وأن يزيل التسويه، أما هذا لا يعتبر من المثل، وإنما هو شعر زائد ويسوي الوجه، إذا كان فيه تسويه فلا بأس بقصه وتزيل وجهه. جزاكم الله خيرا. إذا سهى الإمام ولم يجلس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية ونبهه المأمومون، فهل له أن يجلس أم يكمل صلاته؟ فحينئذ كيف تكون المسألة؟ جزاكم الله خيرا. إذا قام إلى الركعة الثالثة في العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء، يعني ما زاد على الصلاة الثنائية، إذا قام للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول ثم تنبه أو نبه قبل أن يعتمد قائما، فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد الأول لأنه واجب من واجبات الصلاة. أما إذا استتم قائما فإنه يكره رجوعه سواء ذكر أو نسي، يكره له الرجوع لأنه شرع في الركعة الثانية. وأما إذا شرع في القراءة قراءة الفاتحة إنه يحرم عليه الرجوع لأنه شرع في الركعة الثانية وفي قراءتها، فلا يجوز له أن يرجع من ركن شرع فيه لأداء واجب نسيه، ولكن عليه أن يستمر ويكمل صلاته، ثم إذا أراد أن يسلم فإنه يسجد سجدتين للسهو جبرا
هذا النقص الذي حصل في صلاته. هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. في صالح الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن